صباح النور. صباح النور سميرة، صباح الخير لكم مشاهدينا. اليوم غادي تفيدينا وغتفيدي كل المشاهدات بنصائح عمليه لكل سيده بغات تظهر في قمه الاناقه ديالها. كنعرفوا بان احنا في صباح من تنهضروا على اللباس، وهاد المره انا فكرت نهضروا على النصائح، حيت كاينه كل سيده كتشوف لباس كتبغي تلبس بحال الاخرى، ولا تبغي اللون بحال بيجي معك اللي ما يقدرش يجي مع شي وحده اخرى. هادشي اللي غنتكلموا عليه هاد النهار، ونعطيو النصائح وفي نفس الوقت غادي يساعدهم هاد الهدف بوغ لا بروشين سيزون ديال الربيع وصيف ان شاء الله ديال 2016. دونك اول حاجه خصنا نعرفوا بان كل سيده عندها الجسم ديالها كيواتيها، وخاصها تكون فخوره بها، وخاصها تكون فخوره وفرحانه بالجسم ديالها، حيت ماشي حيت ضعيفه بزاف ولا حيت غليظه ولا حيت طويله لقاو الحل في الحوايج ديالنا، كنلقاو الحوايج ونلبسوا اللي واتينا ونلبسوا اللي واتينا. الوغ اول حاجه خصنا نعرفوا كيفاش نشريو، شنو غادي نشريو، ماشي حيت صافي لقيت هذا ناقص 70% غادي نشري، حيت سروال 38 وانا تلبس 40 وتنقول غادي نضعف، ما يمكنش. اذا كنتي كتلبسي 40 خصكي تبقاي تشري 40، تشري 42 وتقدري ديري لي غوتوش. وي ثالث حاجه باغ اكزومبل، اذا كانت السيده كتشري الصباط وعجب، كاينين شي سيدات اللي كيحماقوا على الشراء وعلى الشوبينغ، ماشي نبقاو غير نشريو ونحطو في بلاكار ونحطوهم، لا، لان ناقصين منهم الثمن. فوالا، لا، خاصنا نشريو الحاجه اللي غادي نحتاجوهم وشنو غادي اللي ناقصنا في البلاكار ديالنا. رابع حاجه خاصنا نفكروا في لي بازيك، شحال من حاجه ما تنفكروش فيها هما لي بازيك. لي بازيك هما يعني الحوايج اللي تيكونوا سامبل اللي كتقدري تلبسيهم دائما، بحال لي بتي تيشيرت، لي مارسيل، لي كولور اوني اللي غتقدري تلبسيهم غير مع اون فيست وكتبدل لك اللون ديالك. لي زاكسيسوار تما مهمين في اللباس ديال السيدات. الدليل معك دليل. دونك ما تنشوفوا يعني هذا في الحوايج تقدر تزيد غير واحد الامتيت بروش ولا تزيد غير هذا، كتبدل اللبسه كلها. سي فغي كو هذا البول ديالك بوحديته سامبل عادي، اللي عندك هنايا ان اكسسوار مع الاكسسوار مع الاكسسوار صافي كتبدل اللبسه، وبيان سور كنزيدوا اون بيتي توش دو كولور، حتى اللون اذا زدناه في اللبسه ديالنا تتبدل كومبليتمون. اذا نقدروا نزيدوه سوا في الصباط مثلا، ولا نزيدوه في سبرجيله، ولا على حسب شنو غادي نلبسوا، ولا نزيدوه في لي اكسسوار. اذا كان الاكسسوار يكون اون كولور السيده كتبدل كومبليتمون. الوغ دابا كنعرفوا كاين السيدات اللي غادي تنصحها وكنعاود نصحها، وما السيدات اللي تيلبسوا لي زامبريمي. الوغ لي زامبريمي نحاولوا ما نكثروش في لي زامبريمي من الفوق وفي التحت. اذا كنا غنديروا جو مو سون فيزي، ما عرفتش علاش مي لا، ولكن انت عندك لامبريمي في الفوق مثلا غير في القميجه. كاين اللي كيلبس مثلا القميجه فيها اللوان، وكيجي يدير مثلا فولاغ فيه اللوان، ولا تيجي يدير ان شال فيه اللوان، ولا تجي تدير السروال والفوقاني باللوان. خاصنا نديروا لامبريمي غير في حاجه واحده. الوغ كاين عاوتاني السيدات اللي كيلبسوا لي ليغين. لي ليغين دابا سي تري تري توندونس، مثلا بحال اللي لابسه ولا اللي لابسه انايا، مي ماشي ولا بد لبسوا لي ليغين مع شي حاجه قصيره. اذا كانت السيده عامره من الاحسن نديروا فوق من ليغين شي حاجه طويله باش كتغطينا شي شويه، ما كتبقاش داك الشيء، حيت ماشي حيت صافي ليغين على مود صافي نلبسوا بكاع اي وحده تلبسوا. وكاين اللي واتي وكاين اللي ما واتيش. كاين السيده اللي ضعيفه تتقدر تلبس ليغين كيواتيها، وكاين عاوتاني ليغين ديال اللون ديال البشره ديالنا من البعيد فرونشمون كتشوفي السيده كتجيك بحال بحال ما لابسه والو، الوغ كو هذا اللون من الاحسن نتفاداو باش ما يبقاش هذا. الوغ حاجه اخرى عاوتاني عندنا عاوتاني السيدات، واحد النصيحه جد جد مهمه، السيدات اللي كيلبسوا لي بوت. السيده قصيره ما ديرش لي بوت اللي واصل لها الركبه. فاش كدير ركبه هما سي فغي كو سي توندونس، سي فغي كو هما زوينين، ولكن فاش كتلبسهم بلا ما كتحس براسها تتبان قصيره. الوغ ما كتبينش لا جامب ديال الطول ديال الرجل ديالها ما تتبانش، دونك تتبان السيده قصيره. الوغ من الاحسن السيده اللي قصيره ما تاخذش لي بوت لي طوال، تاخذهم قصار. واذا كانت السيده غليظه ما تاخذش لي بوت لي قصار وفيهم لو فوليوم، حيت عاوتاني كاين اللي فيهم داك اللي فيهم هذاك لافوغور لي زاكسيسوار في لافوغور. كتكون السيده عامره كتزيد دير هذاك من التحت في رجليها، واذا كان عندها لي مولي عامرين كتجي دايره ابانيغ. خصنا نحيدوا هذا الشيء من الاحسن باش ما نبقاوش هذا. الوغ اللي كنا غناخذوا مثلا لي با، لي با ما ناخذوش هذوك اللي كيبريو، سورتو اذا كانوا في كولور شير نفس اللون ديال البشره، ما ناخذوش لي كولور شير حيت كيجيو باينين بزاف. حنا عارفين بان لا بغيون تزيد تضخم من الشكل ديال الحاجه، يعني حتى اللي بالا خديناهم بغيون غادي يزيد من الحجم ديال الرجلين ديالنا. واذا كنا بغينا ناخذ اون كولور شير خصها فريمون طيح على اللون ديال البشره ديالنا، ماشي غنقولوا سباغراف انا بيضاء غادي نلبس واحد كولور شير مسمر باش يسمر لي رجلي، لا، خاصنا نطيحوا في اللون، ولا العكس، خاصنا نطيحوا في اللون اللي غادي يواتي كل سيده. الوغ ما نساوش عاوتاني هاد بعض الخطرات كاين السيدات اللي فيهم البرد، اللي فخيلوز كي تنقولوا، تيلبسوا بزاف ديال الحوايج وكيوليو
هكا غلاد لابسين بلاكار فوق. لا من الاحسن تاخذي اون بياس اللي تكون سخونه بحال دابا شي حاجه تكون ديال كاشمير ولا شي ماتير اللي سخونه ولا شي فيست تكون سخونه حسن ما تبقى تلبس بول فوق بول فوق بول كتولي بحال شي بصله وما تبقاش زوينه وما كتبقى لا اناقه لا 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 حتى لا سيلوات ديالها ما كتبقاش دونك راه الاناقه. الو عاوتاني واحد النصيحه اخرى للجين كيشحال من سيده كتلبس جين كيقول لك لا انا خصني نصبنوا على جوج لبسات خصني نصبنوا. لا الجين معروف هذا يعني كيبقى مدة نقدروا ما نصبنوش نصبنوا غير ديك البلاصه اللي في اللي القيطه اللي فيها هذه صعيبه هذه لا هي صعيبه ولكن جو بو تاسوري كو لي جين كيشدوا كيشدوا اكثر من السراول العاديين دونك اذا بقينا كنغسلوهم كنصبنوهم دائما تدي لافو ما تيبقاوش شادين نفس اللون ونفس لا فورم وفي نفس الوقت ما نساوش بان لو جين خاصو يتهوى حيت هو الجين ما خصناش نخشيوه في بلاكار ونخشيوه نحطوه في بلاكار خصنا نخليوه في شي سانتر اللي يقدر معلق اي فوالا يقدر علاش حيت اللي ما يديالو حيت اللي ما يديالو سي سا ريس كامام اذا كان ان فري جين تيكون نورمالمون سي دو فري دان دونك سي ناتوريل دونك خصنا نخليو يتهوى اليغ ليبر دونك تنظن بانني عطيت بزاف ديال النصائح اون افي لو تور السيده عاوتاني فاش تبغي تشري النهار اللي تكون غاده دير شوبينغ ديالها تمشي بشي حاجه مريحه جدا حيت اذا مشات مثلا لابسه بزاف ديال الحوايج كل مره غتعكز وخصها كل مره تحيي دونك الاحسن وضروري نقيسوا ضروري نقيسوا الحوايج ضروري نقيسوا ماشي ضروري هي اذا كانت فريمون السيده ما موثقاش من ديك اللبسه ولكن اذا كنتي كتعرفي لاطاي ديالك اكزاكت ما كاينش لما لا لما لا. شكرا لك بزاف على هاد النصائح هادي انا غادي نعمل بهم قبل ما نمشي ندير اي شوبينغ هذه النصيحه اللي زنعطي لكل السيدات قبل ما تمشي ديري الشوبينغ عرفي شنو خاصك اولا ما نشريوش غير بوغ اشتي نعرفوا الجسد ديالنا واللي تحتاج ليه واللي تيواتي في نفس الوقت نزيد واحد بالخصوص نزيد واحد النصيحه الاخيره اذا كان عندك ان بيدجي مثلا السيده اذا بغات تخرج ما تخرجش معاك اكثر من هذاك لو بيدجي مثلا عندها 500 درهم خاصها تخرج 500 درهم وما تخرجش لا كارت بلو ما تخرجش الكارنيه تشيك باش تبقى فيكسي على هذاك لو موقف هذه صعيبه بزاف ليلى شكرا لك على اين على هذه النصائح هذه نمشيو لحظه لفقره الجمال مع ليليا مولين خليكم معنا